قبل 20 سنة من الآن فقدت نادية بصرها في حادث منزلي، حادث حول حياتها إلى جحيم، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية، إن أصيبت باعوجاج في عمودها الفقري إضافة إلى نقص في حاسة السمع. وزاد معانا تاعي مشاكل عينية، زاد وليت العمود الفقري مدبداني في التسعينات، والتسعينات مع الوقت درك زاد لي، زاد عدت ما نقدرش، العمود الفقري راهو يمشي. واحد عطاني ندير في 2017 العملية، روح أنا لبني عكنون، وحدة ما عندهاش تروح معايا لا معنويا لا ماديا، دوك كسمو نطلب نحوس يدي، المهم شي يديك يقدروا يعاونوني بيه. المهم أنا المهم تاع العمود الفقري على الطبيب، وزيد معاه لاباري تاع الودنية، كاليك ب 10 ملايين، كاليك تاع 10 ملايين. وهاو تعرف واحد كي ما تشوفش وما تسمعش وين بيها، تحس في روحك تحت تراب خير خير ما تعيش. ما زاد من معاناة نادية الحالة الهستيرية التي تصيب شقيقها المصاب باضطراب نفسي، والذي يقاسمها الشقة بحي حراث بجيجال. كسر بيبا، كسر لي الدار كاملة، ما كيخلي والو، يروح لي الغاز، يشعل لي الغاز، يشعل لي الغاز، يحط لي فوقها مرميطة، شتي طيب فوق ما فوق الغاز، يخليه يشعل لي كما كيجرحش بخشمي، نوض نجبد الدنيا تشخف فيها النار. نادية اليوم وبعد أن ذاقت بها السبل تطلب العون المادي والمعنوي من المحسنين لعلاجها في أقرب وقت، ومساعدة شقيقها على تخطي أزمته النفسية التي باتت تعرض حياتهما للخطر.